الارتباط الشرطي. ايه هو الارتباط الشرطي ده؟ اللي انا ابقى قاعد اتفرج على التلفزيون وانا باكل فشار وانا بنقنق حاجات معينه، خلاص انا مرتبط ان انا هتفرج، اقعد اتفرج على موفي اللي هو الفيلم، واقوم جايب بقى الفشار واقعد انقنق كده واقعد اكل بقى، ممكن اكل بتاع فشار كبير قوي كده، او مثلا ان انا ابقى لازم اشرب كوبايه قهوه مع السيجاره، او ممكن ان انا اشرب شاي مش عارف بعد الاكل على طول. الحاجات اللي هي العادات السيئه اللي هي بنسميها عادات سيئه، وفي نفس الوقت هي ارتباط شرطي. انا هاكل يبقى اخد شاي احبس بشاي، انا هاخد كوبايه قهوه يبقى لازم اشرب سجاير، مش عارف وانا قاعد بتفرج على حاجه لازم اقعد انقنق انقنق انقنق. طيب احنا ممكن نعمل حاجه لطيفه جدا دي هنتدرب عليها ان شاء الله باذن الله الشهر الكريم، عشان هو فرصة كبيرة ان الناس تخلع او تبعد او تتخلص من الحاجات اللي هي ادمان او بنسميها الارتباط الشرطي. ايه مع ايه؟ طب لو هنيجي نتفرج على حاجة، لو بناكل فشار برضو الفشار ذرة وبيبقى فيه ملح كتير، بيبقى فيه زيت كتير، فممكن برضو مش لطيف، ممكن ناخد شوية ذرة شوية فشار صغيرين بس مش كتير، بس ممكن نعوضهم بايه بقى؟ نعوضهم بالفاكهة، نعوضهم بالخضار، يعني الخس والفلفل والفلفل الألوان والخيار والحاجات اللي ممكن تدعم الجسم وتخليه طول الوقت رطب. يعني وإحنا قاعدين بنتفرج الفترة اللي هي بقى إيه ما بعد الصلاة والفطار وكل حاجة، بيبقى الناس عايزة تقعد تنقنق قدام المسلسلات والحاجات اللطيفة دي، نقدر نعمل إيه؟ نقدر إن إحنا ناخد خضار، ناخد يعني خيار، كابوتشي، خس، الفلفل الألوان، ده هيدعم الجسم جدا بحاجات كتير وفيتامينز كتير، في نفس الوقت هيخلي الجسم في رطب وفي ميه، وده يساعدنا ان احنا فتره الصيام ما نبقاش عطشانين. بس كده، السلام عليكم.